السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا وين رفيق صيفي وين دار تصريحات وعنده الحق في التصريحات. راه يعرف رفيق صيفي، يعرف دواليب كرة القدم الإفريقية والكولاسات تاعها، يعرف سبحان الله، عنده خبرة، لعب في ليكيب ناسيونال، بزاف صوالح، خالط ناس، يعرف في الجزيرة سبور، يتلاقى بالأفارقة، يتلاقى من يعني يتكلموا، وين قال لهم نحتاج رجال في الخفاء وأسماء مثل الحاج محمد راوراوا. ناس ماشي غلط، احنا ما ناش نقولوا الحاج محمد راوراوا، الحاج محمد راوراوا قادر يمد لنا يعني مده 3 سنين 4 سنين، يمدها لك، يكون لك ناس، يخلي لك معارف مع ناس في لافريك، قادر يخلي لك ناس كيما هدرها سرار نهار اللي هدر، قالوا له كيف انت لو كان شفت الحاج بغيت تروح مع الحاج، كون جا الحاج بغيت تروح معاه، شنو قال لهم؟ قالوا له الحاج راه كبير، قال لهم واه على بالنا كبير، قال لهم بصح هو يخطط لنا وحنا نخدمو، هذا جاهد بزاف، يعني هذو كانوا باينين تحت جناح الحاج محمد راوراوا، كانوا باينين تحت جناح السيد الحاج محمد راوراوا، ما كانوش زعما حاجة وقت أخرى ولا، حاك تشوف راهم وحدهم كانوا. وين بعث الدولي الجزائري السابق رفيق صيفي رسالة مشفرة للاتحاد الجزائري ولمسؤولين كرة القدم الجزائرية والوزارة وحتى يعني مسؤولين يعني في الدولة، وعبر رفيق صيفي في حوار خاص به قال يعني في عن أمله في تقديم إضافة يعني نقولوا باللي في على الملف وعلى هذا المسيرين يعني إضافة من جانب التسيير لكرة القدم الجزائرية. وأوضح صيفي أن رسالته ليست موجهة لشخص بحد ذاته بل للاتحادية ككل، وأضاف يجب أن نكون أقوياء في الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم الكاف وأقوياء في علاقتنا مع الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا. ويرى النجم الدولي النجم مولودية الجزائر السابق أن الجزائر كانت في وقت من الأوقات قوية في مجال الكروي على الصعيد الإقليمي والدولي، وأضاف الجزائر كانت لها كلمة في الفيفا والكاف وكانت محمية خلال رئاستها من طرف السيد الحاج محمد راوراوا. وتساءل صيفي لماذا لا يكون لنا مستقبلا رجل بصفة السيد الحاج يدعم الكرة الجزائرية في إفريقيا ثم الدولية، وأكد المتحدث أننا نحتاج رجال تعمل في الخفاء وفي الميدان، كما نحتاج إلى اسم في الاتحادية يدافع على المنتخب الوطني الجزائري. يعني وين عرفتوا كيفاش لازم منا رجال. شوف انتم ماكم غالطين، كي تروح تشوف الفوت الناس كيفاش غادي تفوتي، الناس منا على الملفات تاع تنظيم كاس افريقيا 2025 ماهي سهله، صح ماهي سهله، الناس هي غالطه، كاين الناس هي تشوف فيها سهله وهي ماهي سهله، والله ما سهله كاع، والله ما سهله، والله ما سهله، والله ما يكونش عندك رجال والله ما توقف كاع. على حنايا دير حسابك انت يا هذا الراخو اللي داروه، هذا كي يسموها يا ربي، هذا هذا الشان، هذا شكون اللي وقفت عليه؟ الدولة الجزائرية وقفت، الدولة وقفت عليه، انت كحسب بلي هذا الأعضاء في الاتحادية ولا وزارة الشباب يا ودي هذو دايرينهم غير دارولهم داروهم تو يبانو، قال بلي يا ودي انتيا من هاكا انت ما عندكش وعندك خوك عنده دراهم وكلش كاش ملومة ولا يقول لك بان هاك شو دراهم ديرهم في جيبك وبان انت بان. هذه اختها يرسلك لكاش بلاصة تروح توقف ولا في كاش ملومة ولا ويقول لك روح وليك دراهم وبان بان انت تا شي دراهمك كاع. هذه على نقولوا بلي يا ودي اللي قلنا رجالة،
اللي قلنا الناس هكا ما نديرو ما غادي نديرو والو كيما هكا ما غادي نديرو والو خويا نقعدو في بلاصتنا ندورو والهضره والهضره لا زياده الهضره اكثر من الصح عاد كي تشوف نتايا لهنا قنوات تاعنا الهضره منو عملنا نتا تقول صايك تحسب بلي ودي صايك صح في الواقع ما كان والو والفنا بلي المواقع حنا فور حنا عندنا في المواقع عندنا افضل منتخب عندنا افضل مدرب عندنا افضل مسير عندنا في المواقع صح كي تروح للواقع ما كاش كي تروح للواقع ما كاش ما تصيبش ها وين وارا صح عرفتي وين وارا حاول على خاطر علاه المواقع صعاب الناس في المواقع يا ودي حنا كيف ما كاش نربحو البريزيل في المواقع مدرب تاعنا يعني كوما جاو شي حشمو يقول لك بلي راهم يتنيغوسي معاه مانشستر سيتي هي قطر وما تفكراتهاش قطريين ولا يعرفوا البولا على بالكم شو كيفاش سوريين مع كيروش عمك شدارو له قلت لك مع كيروش سوريين مع ذاك كوبير وقيلة قدمو كوبير وقيلة دارو كوبير وقيلة عمك بلي فرضوا عليه يقعد في سوريا عمك بلي فرضوا عليه يقعد في سوريا احنا ما احنا ما كاس فينال هنايا في الجزائر ما كان كيما يبغوا هما نورمال عادي شوف بعد يجي يقول لك حنا بين تقدموا هودي نتوما ما طبقتوش نتوما ماشي فارضين رواحكم على مدرب راه انا باقي حائر كي وزير كي رئيس اتحاديه كي الاعضاء ماشي فارضين على رواحهم على مدرب اللي هما نورمال يتحكموا فيه ماشي فارضين رواحهم ومن بعد يقول لك بين نفرضوا رواحنا في لافريك سوف نرعب افريقيا باش ترعبها باش بالحزاق باش ترعب افريقيا افريقيا هذه باش ترعبها باش ترعبها باش والله لا بصح قولونا باش ترعب هذه افريقيا ما يتلعبوها باش في الرياضه باش بيتلعبوها لا كاش بالحزاق بارلير وديروا الحزاق انا نقولكم ما كيما هاك الشيطان تا مدرب ماشي طايق عليه تا مدرب ماشي طايق باش تفرض روحك ديك خطره واحد لاكسيون اخر تربص لهنا كونتر تاع المالي كونترينر يهدر معك تا يا بريزيدو تهدر راه دارو خليك واقف خليك اورجو خليك تسلل انا فما نجبد ورقه نحط الاخرى لا ديميسيون شو الراجل برك الراجل لا في هذا من نعجة هذا زتشي لليوم الراجل واحد برك هو شير الدين عمارة لا ديميسيو قاصح كشف كل الشكاين باش ما يغلطو ناس تاع بلاد ومنها باش ما نغلطوش يعني قالكم 61 مليار هذه غير باش يلمو كوب دافريك 61 مليار والناس تدي 6 مليار هذه كنا هدرناها تاع 6 مليار هي مليحة من يأكدها مسؤول 6 مليار 10 ملايين في النهار 10 مليار من العام العام تاع موبيليز بزاف صوالح على ذيك ما عندك ما تدير ما غادي دير والو نتايا لهنا نتا كيما يقول لك ولدك ما حكمتش فيه ولدك في الدار ما حكمتش فيه بيتحكم في ولاد الناس حكم ريقل دارك الداخل سقم دارك الداخل ومن بعد خرج برا انت حوس على ولدك دخلوا للدار ومن بعد خرج لولاد الناس قول ما يقول واحد يدخل داره كي يكون ولادك في الدار اخرج قول ما يا جماعه خلونا يا صايف كل واحد يدخل داره هاكا مليحه بصح انا جاي بيطيح لي طيح لي يا خشينا انا وانت مخلي واحد انت يحكم فيك لي حقك انت تحكم فيه عشان العساس تاع لي يكون عند الباب يحكم في الديريكتور هما باركينغ برا عنده يحكم في الديريكتور جينا هاودي رانا نشوف انا نشوفو صح ريقلو لوحكم
ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو تاعنا، وان شاء الله ديما معكم بجديد، واللي مشي ابوني معنا، وربي يحفظكم خاوتي سعيد.